مخدر الشيطان لقب أطلق على مادة الكريستال أو الشبو أو الشابو كما يسمونه في بعض البلدان، كلها مسميات تجارية لمادة كيميائية واحدة هي الميثامفيتامين، وهي مادة شديدة السمية والخطورة، مدمنوها خارجون عن السيطرة، والإدمان عليها قد يكون من أول جرعة يتعاطاها الإنسان. أعراضها الخطرة قد تصل للموت أو قتل النفس أو تهديد الآخرين بشكل مباشر. مؤخرا انتشرت في الأردن، ما دفع السلطات هناك إلى إطلاق حرب على متعاطيها ومروجيها. الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن قال إن الحملة تأتي لمواجهة تلك المادة القاتلة وتشكيل وعي مجتمعي ضدها بعد تسجيل زيادة في أعداد متعاطيها وانتشارها بين الشباب دون علمهم بمدى خطورتها وأضرارها القاتلة والمدمرة للحياة، إضافة إلى الأكاذيب التي يتم إغراؤهم بها لتجربتها وتعاطيها من قبل تجار الموت بأنها منشط ومحفز ومقوي جنسي على حد تعبيره.